هنا سأسكت قليلاً إحتراماً وتقديرًا لهذا الجميل فعلاً النهاردة هنعمل طريقة عمل السجق ، طريقة عمل السجق المصري طريقة عمل السجق الشرقي الإسكندراني البلدي زي ما حضراتكم بتحبوا طبعا انا بوريكم نوع السجق طبعا هو سجق شرقي ونوعه دايم سعر 700 جرام 50 جنيه موجود في كازيون ماركت هتلاقوه موجود في اي فرع جنبكم كل اللي احنا محتاجينه طاسة هنحط فيها معلقة من الزيت وبعد كده هنبدأ ان احنا نوزعها زي ما حضراتكم شايفين بعد كده كل اللي احنا محتاجينه حاجات بسيطة جدا فلفلتين رومي وفلفل حار لو انتوا مش بتحبوا الفلفل الحار بلاش هنحتاج طماطمية سواء مجمدة او فريش وهنحتاج بصلة متوسطة متقطعة جوانح زي ما حضراتكم شايفين هبدأ بقى زي ما حضراتكم شايفين اقطع الفلفل كده بالشكل دوت اتمنى من حضراتكم تكتبولي في التعليقات بتتابعوني منين اخوكم اشرف من مصر واتمنى من حضراتكم تدوسوا على الفيديو وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد قناتنا متخصصه بكل ما يتعلق بالطبخ وفي فيديوهات حلوه جدا وبسيطه جدا هنجيب بقى طبق يا جماعه ونضيف بقى البصل والفلفل وكمان الطماطم هنحتاج معلقه صغيره من بهارات السجق موجوده عند اي عطار وبعد كده هنبدا ان احنا ندمج المكونات كده ببعض عايز اقول لكم الريحه تحفه جدا وبعد كده لو احنا ما عندناش بهارات السجق مفيش مشكله ممكن نحط رشه صغيره من الفلفل الاسود وبعد كده هنبدا ان احنا نضيف رشه صغيره كمان من الملح بهارات السجق اما نضيفها يا جماعه على الخضار اللي احنا عملناه ده بيدي طعم للطماطم والفلفل والبصل كانك بتاكل سجق في سجق طعم حلو جدا 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 فبعد كده زي ما قلنا رشينا رشة صغيرة من الفلفل الأسود ورشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من البصل البودر والتوم الباودر مع بهارات السجق وبعد كده هنبدأ ندعك كويس جدا جدا عايز أقول لكم الريحة تحفة جدا وعايز أقول لكم السجق طعمه جميل جدا جدا بعد كده هنبدأ بقى ناخد الطاسة بتاعتنا على النار على نار عالية وبعد كده هنبدأ ننزل السجق بتاعنا زي ما قلنا احنا حطينا معلقة كبيرة واحدة بس من الزيت هنبدأ بقى نضيف السجق بتاعنا حابين تضيفوه كبير طويل قصير زي ما حضراتكم حابين اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه هنبدأ بقى يا جماعة نقلب كده كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين أهم حاجة احنا عايزين ناخد لون من الجهة دي ومن الجهة دي بعد كده هنبدأ بقى نجهز فصين من الثوم وطبعا هنهرسهم كويس جدا في الهوم بتاعنا أو بهرسة الثوم مفيش مشكلة وبعد كده هنبدأ إن احنا نقلب كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين السجق بدأ ياخد اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده هنبدا ان نحط على طول معلقه صغيره من الكزبره المطحونه الكزبره بتدي طعم حلو جدا 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 وبعد كده اول ما يبدا السجق ياخد اللون ده واللون ده من الناحيتين هنبدا بقى ننزل بالطماطم والبصل والفلفل والبهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها عليهم كده في اللحظه الجميله دي عايز اقول لكم الريحه حلوه جدا 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 بعد كده هنبدا ان احنا نضيف معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم اي نوع عندنا انا طبعا بحب هاينز يعني بيكون طعمه جميل جدا بصراحه من افضل الانواع اللي موجوده في السوق المصري حاليا يعني هنضيف بالظبط معلقه كبيره زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هنبدا نقلب وكل ده يا جماعه على درجه نار عاليه طبعا زي ما شايفين في سجائية كده طارت بس لحقناها بسرعه حطيناها في الطاسه تاني اتمنى من حضراتكم تدوسوا على الفيديو وتعملوا لايك يا جماعة والله اللايك ببلاش بس بيفرق معنا جدا في فيديوهات كتيرة جدا احنا بنتعب فيها وبناخد وقت كتير جدا في التصوير والمونتاج عشان حضراتكم تشوفوها في دقيقتين او ثلاث دقايق احنا مش طالبين منكم اي حاجة غير ان انتوا تدوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو استفدتوا يا جماعة بعد كده بقى حسب الرغبه ان يعني لو ما عندكوش مفيش مشكله معلقه صغيره من الكاتشب معلقه صغيره من المايونيز ومعلقه صغيره من المستردة وهنبدا ان احنا نقلب السجق بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده في سر مهم جدا في اخر الفيديو نصيحه شوفوه هيفرق معاكوا جدا جدا في الطعم وهيديكوا طعم احلى من عربيات الشارع ده السر الاول هنحتاج بابريكا مدخنه رشه بسيطه جدا هيدينا ريحه الشوا وريحه الدخنه كده في السجق كانه سجق مدخن والسر التاني زي ما حضراتكم شايفين رشة بسيطة جدا من بهارات السجق صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والسلام عليكم وبألف هنا وشفاء باي باي